وبالبداية بشكر كل القائمين على هذا المنجز، ويعني مثل ما قلت الاستمرار بتطوير المناهج أساسي لمواكبة كل التغيرات في عالمنا، وضروري أن الوزارة وكل المؤسسات التعليمية توفر بيئة تعليمية مناسبة وإرشاد وظيفي للطلاب، وتعمل بشكل أفضل على تأهيل المدرسين. وبالنسبة للشباب الاستمرار بتطوير إمكاناتهم كمان أساسي ليكونوا جاهزين لسوق العمل. وكمان صراحة شبابنا يعني ضروري أنه يكونوا رياديين وجريئين، وبعد ما تتعلموا وتتدربوا ما تترددوا وجربوا. فكمان مرة شكرا سيدي، شكرا لكم، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من اليوم، ويعطيكم العافية.